مرحبا. أهلين نورة، كيفك؟ منيح الحمد لله، كيفك انتي؟ ماشي الحال. فكرت باللي قال لك يا بابا؟ ايه يعني عم فكر، يعني هو قصدي انه الوالد اعطاني مهله لبكره. بدك لهالتفكير ولا ما عجبتك انا؟ يا نورة، انا طول عمري بفكر فيكي مثل اختي، فطولي بالك شوي، خليني افكر بالموضوع وبكره برد لك خبر. طيب مثل ما بدك. عزوزة نحن رايحين، بدك شيء؟ لا سلامتكم، الله معكم. اوه انت نورة بدك شيء؟ يعني شو بده يكون بدي منك؟ لا ما بدي شيء. طيب. يلا بابا يلا. يلا خليني وصلك على البيت حبيبتي، يلا. باي زوربا. ايش شو عم يا بلو؟ بدي اياك تجهز لي حالك على الخطبة. بدي اياك تغني لي للصبح. خطبة مين عمي؟ ابو نورة؟ خطبة مين يا اجدب؟ خطبة بنتي نورة على هالشاب البرنجي عزوز. تفضلي بابا تفضلي. زوربا طول بالك ولا تتهور، الله وكيلك ما في شيء، يعني هو 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 ابو نورة احرجني اليوم وقلت له انا يعني انه بفكر برد لك خبر بالموضوع. بدك تفكر لك بشو بدك تفكر؟ لا اكيد ما رح، يعني قصدي انه انا ما رح وافق، بس انا قلت له بفكر بس مشان نيمه وانا كنت ناوي احكي لك. يلا ابن العم تاخرنا، روح على العرس. شباك شو صار لك زوربا؟ ما صار لي شيء. شباك ابدعيت الطبل، هاته من ايدك. جيب لي هالطبل. صار علي يا ابن العم. يا زوربا سويني يا ماما، وين يا ماما؟ شو بدك عمي وعلاء؟ ايش عم تبكي؟ عم بكي من فرحتي فيكي وبعدها يا بنتي. الله يهنيكم يا رب. شو العبال عندك عمي وعلاء؟ قصدي شو العبال عند ولادك؟ مالك عبالي لك يا بنتي؟ شو علي؟ شو حرام انا اتجوز يعني؟ لا اعوذ بالله، بالعكس الله يبعث لك بنت الحلال لتسر لبك وخاطرك. بس معلاء وين بدي روح فيها؟ شلون يعني؟ ليش خالتي معلاء وينه؟ بقلبي ساد، يعني عم اقول انا وين بدي روح فيها اذا تجوزت؟ يعني معقول ارميها هيك؟ الله يرحمك يا معلاء، انا بعرف انك كثير كنتي رح تنبسطيني اذا تزوجت وراح تنبسط في عرسي. الله يرحمك. ايوه الله يرحمك يا معلا. شهيتيني جواز انت وعنتها. ايه شو العبال عندك؟ وما تزوقيني يا ماما، اوين يا ماما، ما تزوقيني يا ماما. كمان انا لازم اعيش حياتي. الله يرحمك يا معلا، لو كنت كثير انبسطتيني.